لكن يا جماعة أي حادثة أنا من ما بقيت حاكم وبقيت شاهد على العصر، أي حادثة حاصلت سواء كان ذلك حادثة أهلية أو غيرها، أما في طباطو أو في تواطو أو في مشاركة، وبالتالي نحن مجبورين نقول كلمة اللي الناس ما دايرينه، اللي هو يجب أن يتم إعادة أو ريفورميشن بتاعت الأجهزة الأمنية، يعني إصلاح الأجهزة الأمنية، إصلاح الأجهزة الأمنية. يا جماعة ما يقول لكم حركات مصلحة، أنا حركات مصلحة ده واحدين منا، أنا أقرب لي للأجهزة الأمنية واحدين منا، لكن يا جماعة حركات مصلحة ما عندهم القدرة على التحريض، ما عندهم القدرة على الدفاع، ما عندهم القدرة على الحياة دي.